هو الحب، ماذا أسميه؟ ماذا عنه نقول؟ جبين يعرق وخد خجول، تفكير وقلق، سهر وأرق، وفكر هارب مذهول، يبحث عن شيء مجهول، وقلب ساكن يترقب، يحترق بهدوء وفضول. ماذا أسمي هذا؟ ماذا عنه نقول؟ لسان يجيد الكلام، وأمام شخص أخرس مشلول، ابتسامات تسافر ودموع تهمر، وأفراح تهل وأحزان تزول. أهو الحب ما نحس به أو نقول؟ ارتعاش البدن، تأتأة الكلام، فكرة مجنونة وعقل مخبول، وصراخ لا يسمع، وهمس يكسر الصمت، وفي الأفق يصول، بقلوب العشاق يجول، ونظرات ينتهي بها كل الكلام، فتكون خير رسول. أهو الحب ما نحس به أو نقول؟ نساء يتربعن على العروش بلا تيجان أو رتوش، يسكن قصورا بلا سقوف، جدرانها بلا نقوش، أبوابها عالية بلا حراس، في جزيرة لا يدخلها البؤول، ورجال يملكون الأرض، يقودون مواكب كلها فحول. أين الحب بينهم؟ أهو القاتل أم المقتول؟ أم هو في زماننا فعل أم فاعل أم مفعول؟ هكذا هو الحب ما نحس به أو نقول؟